طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Ma murna ce mahaifiyarka da ka sha mamanta. Albarka ta tabbata ga masu jin maganar Allah, suna kiyayewa. Koya mana addu'a yadda Yahaya ya koya wa almajiransa. Idan kuna addu'a ku ce: Ya Uba da ke cikin sama, a tsarkake sunanka, mulkinka ya zo, mulkinka ya tabbata a sama a da ƙasa. Ka ba mu abincin yini, ka gafarta mana laifofinmu gama muna gafarta wa duk wanda yake mana laifi. Kada ka kai mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga mugu. Cikin littafi mai tsarki, Allah ya shaida Almasihu zai zo ya ceci dukkan duniya. Rayuwar Yesu ta shaida lallai shi ne annabawa suka yi zancen zuwansa. Annabi Ishaya ya ce, wata budurwa za ta yi ciki ta haifi ɗa. Bayan shekaru da dama haihuwar Yesu ta cika wannan annabcin. Littafi mai tsarki ya ce mai tsarkin nan da za a haifa za a ce da shi ɗan Allah. Wato za a kira Yesu ɗan Allah ba ɗa na jiki ba amma ɗa na ruhu. Hakan ya bayyana ta wurin rayuwarsa. Ya warkar da masu cuta. Ya gafarta zunubansu, ya shirya su da Allah. Ya kuma alƙawarta musu mulkin Allah na har abada. Ya ba da kansa hadaya domin zunubansu, ya tashi daga matattu. Yesu ya ce, ba mai karɓe mini rai don kaina nake ba da shi. Rayuwar Yesu ta cika annabcin annabawa, ta kuma ƙarfafa gaskiyar maganar Allah. Annabawa sun shaida cewa maganar abad dogara ce kuma tabbatacciya ce, ya Ubangiji. Yesu ya ce sama da ƙasa za su shuɗe amma magana ta ba za ta shuɗe ba. Yesu ya zo ya ba mu rai a yalwace.
ganin yadda mutun yayi wa Allah rashin biyayya a gonar Adenin, mutun ya zabi bin hanyar sa wadda ta raba shi da mahallicin sa. Littafi mai tsarki ya ce, ‘Yan Adam duka sun yi zunubi, sakamakon zunubi ko mutuwa ne, wato mutuwa ta ruhu kenan. Kamar yadda Allah ya tana da rago a maimakon ɗan Ibrahim, haka Allah ya aiko Almasihu ya mutu a madadinmu. Rayuwa da mutuwa da tashinsa sun maida dangantaka tsakanin Allah da masu dogara ga Yesu. Yanzu masu bin Yesu ba gafarta zunubansu kadai aka yi ba, amma an cece su daga hukunci, an tabbatar musu da shiga aljanna. Rai da ‘yanci daga ikon zunubi ne Yesu ke ba kowa a yau, ba bin wani addini ba, amma ana zancen gaskata Yesu wanda ya ce, ga ni nan tsaye a bakin ƙofa ina ƙwanƙwasawa. Kowa ya ji murya ta ya buɗe ƙofar sai in shiga wurinsa. Ana nufin mu juyo ga Allah mu dogara ga Yesu ya shigo zukatanmu, ya gafarta mana ya maishe mu karɓaɓɓu gare shi, ba abin marmari ko tunaninsa a zuciya kaɗai ba. Karɓarsa za mu yi da san ranmu ta wurin alheri saboda bangaskiya. Duk wanda ke so ya zama mai bin Yesu Almasihu zai iya magana da shi cikin addu’a. Mai yiwuwa kana shirye ka buɗe ƙofar zuciyarka, za ka iya yin wannan addu’ar a cikin zuciyarka. Ya Yesu, ina buƙatar ka. Na gode da mutuwar da ka yi don zunubaina. Na furta zunubaina da roƙon gafara. Na buɗe zuciyata, na karɓe ka ka zama mai cetona da Ubangijina. Na gode domin gafarar zunubaina, ka bani raina har abada. Ka maishe ni irin mutumin da kake so. Yanzu da na zama cikin masu binka. Amin. Yesu ya yi magana kan masu binsa da cewa, tumakina sun san muryata, na san su suna bina. In masu bin Yesu suna so su samu rai da ya alkawarta, dole ne su yi addu’a suna karatu da sauraron maganar Allah kullum, su yi ta zumunci da juna suna shaida shi ga wasu. Tuna da alkawarinsa cewa, an mallaka mini dukkan iko a sama da ƙasa, gashi ni kuma ina tare da ku har matuƙar zamani.